حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، ومن هذا المكان الطيب كباقي بيوتكم الطيبة نطل عليكم على الهواء مباشرة في برنامج يحدث اليوم، الذي يعتبر هذا البرنامج هو حلقة الوصل ما بين قضاياكم التي ترد لفريق العمل وما بين المؤسسات والجهات المسؤولة. على كل المشاهدين نستذكر وإياكم الوسائل المتاحة لدينا والتي بإمكانكم من خلالها إيصال قضاياكم المدعمة رجاء بالصور والفيديوهات. نبدأ بعنوان صفحة البرنامج على الفيسبوك، هي يحدث اليوم @facebook.com، ورقم واتساب للبرنامج هو 0780450450، والاتصال مباشرة على مكتب يحدث اليوم مع فريق الإعداد على رقم أرضي 47-73-111. مشاهدينا فاصل ونبدأ بسم الله باستعراض العناوين الرئيسة التي في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. ونبدأ مشاهدينا بالخبر والعنوان الأول من الضمان الاجتماعي، والتي صرحت بأنها أتاحت خدمة الاستفسار عن استدامة، برنامج استدامة بلس 2 من خلال برنامج الواتساب والرسائل عبر الواتساب. ننتقل بعد ذلك مشاهدينا إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي صرحت أيضا بدورها عن انتهاء العمل بمشروع صيانة وتعبيد منطقة مطار الجويرة ضمن الطريق الصحراوي، والذي يمتد هذا المشروع عبر 3.9 كيلومتر طبعا، وبكلفة تصل إلى 700,000 دينار. ننتقل أيضا إلى إحدى القضايا التي وصلت إلينا من خلال عناوين البرنامج، مطالب باستكمال تركيب أعمدة الكهرباء في منطقة النصر. ومن الرمثة أيضا إحدى القضايا التي وصلت لفريق العمل بمطالب بتعبيد شارع رئيسي في منطقة الكاشف في الرمثة. وإلى البتراء وبتحقيق صحفي بقلم الزميل حسين السلامين، مطالب بإعادة تفعيل جهاز السيسكو بمستشفى الملكة رانيا. وننتقل إن شاء الله إذا تبقى لدينا وقت إلى محافظة إربد، حيث في تحقيق صحفي تناوله الزميل أنس الجواعد من صحيفة الرأي مطالب بصيانة تصريف مياه الأمطار. لسه بكير ما شتت. على كل مشاهدينا هذه مجمل العناوين الرئيسة في حلقتنا لهذا اليوم، فاصل ونبدأ بسم الله بتفاصيل تلك العناوين. ومعي في اتصال هاتفي على الهواء مباشرة الأستاذ محمود المعايطة، الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. أستاذ محمود أسعد الله صباحك سيدي. يسعد صباحك. يعطيكم العافية. أنا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أولا بأول تقدم كل ما فيه خدمة عبر، يعني احنا ننتقل بخطوات مدروسة ويعني كبيرة جدا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول التحول عن بعد والخدمات والحكومة الإلكترونية. هذا لم يأتي من فراغ، أنا أشكركم على هذا الموضوع. أولا هو اختصار للوقت والجهد بالنسبة للمواطن، وما عاد في الآن يعني مواطن يوصل لمعاملات وبيبرز ودور، فكل الشكر لحضرتك. أستاذ محمود، الآن يعني إحنا حكينا عن برنامج بلاس 2 وهذا البرنامج قدمته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الآن قدمتم خدمة الاستفسار عن عبر تطبيق الواتس أب والرسائل للاستفسار عن هذا البرنامج، تفضل. صباح الأخوة المستمعين والمشاهدين. طبعاً بداية بدنا نتحدث عن خبر مفرح جداً. نعم. إنه ورد اليوم صباحا من جنيف منظمة كيسة العالمية الجمعية الدولية للاقتصاد الاجتماعي بالعالم. نعم. بفوز مؤسسة بجائزة التميز الدولية في جودة الخدمات على مستوى منطقة آسيا والباسيفيك.
نعم. وسوف يتم تكريم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. ممتاز. في احتفال رسمي مع الدول اللي فازت. نعم. في مدينة الرياض في 3/12/2024، يعني نعم. بعد شهرين إن شاء الله أو شهر ونص. نعم. سيتم تكريم المؤسسة في المملكة العربية السعودية، وسيتم عقد مؤتمر منظمة الإيست العالمية في المملكة العربية السعودية، وهذا إنجاز نقدر نضيفه لإنجازات المؤسسة. نعم. لأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تولج اهتمامها بكتاب التكليف التامي لحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي جاء فيه بتحديث الإدارة العامة. ممتاز. في إنجاح التحديث الاقتصادي. أكيد. ومنطلق في تحديث الدولة في مئويتها الثانية لابد أن نمضي في تطوير الإدارة العامة لتحسين الخدمات ومواكبة الحداثة والتطوير، وبالتالي فوز المؤسسة بجائزة التميز بالجودة وتقديم خدمات المتقاعدين وبالمنح الجامعية، وأيضا المادة التي تدرس في 8 جامعات خاصة من ثقافة الضمان الاجتماعي، أيضا حصلت المؤسسة على جائزة ثانية في آسيا والباسيفيك على مستوى منافسة ما بين 187 دولة. فبالتالي سيتم تكريم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كما ذكرت في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة لبرنامج، يعني اسمح لي بس أحكي لكم مبارك، وهذا إذا كان إنجاز ليس فقط للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. نعم. هو إنجاز للدولة الأردنية، أي مؤسسة. نعم. من مؤسسات الدولة بتحظى بمركز عربي أو عالمي، هذا هو إنجاز وفخر للأردن. وأنا بعرف شو معايير هذه الجائزة، دقيقة جدا حسب معايير الجودة العالمية، فلم يأتي من فراغ، بجهد كبير جدا. أنا شاهدت معكم التطور في مرحلة كورونا، غطينا من أول يوم في كورونا حتى انتهينا منها، فكم كانت مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي مؤسسة الأمان الاجتماعي للمواطن للمؤسسات. ألف مبارك، وإن شاء الله منها للأعلى. شكرا. شكرا لهذا الإنجاز. تفضل. هو تحديث الإدارة العامة كما جاء بكتاب التكليف التامي، وأيضا عكسها في رؤية التحديث الاقتصادي اللي الآن بأيدي الدولة بعد اهتمامنا بموضوع التطوير وإلى آخره. طبعا إحنا الجائزة إننا بنشتغل عليها السنة كاملة، كان هناك مقسمين من 8 دول بالعالم، وكان هناك الاجتماعات تتم عن طريق الزوم وعن طريق المعلومات والبيانات والأسئلة والإجابة عليها. نعم. في تقريبا من عام 2023 وإحنا شغالين على الجائزتين، والحمد لله تم التنافس ما بين 187 دولة واللي فازت بالجوائز، مجموع الجوائز اللي فازوا 24 دولة من أصل 187، والأردن حصلت على جائزة الشرف اللي هي بيسموها في الجمعية الدولية بجنيف ميري. نعم. هي جائزة الشرف بالجائزتين، جائزة الجودة، جودة. نعم. الخدمات، زائد المقدمة لجميع المتقاعدين مؤسسنا الحبيب. ممتاز. مبارك إن شاء الله. نعم. يعني هيك افتتحنا حلقتنا بشيء إيجابي، ما دام الأمور بشيء حلو. إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب الخير جاي إن شاء الله. الله دائما إن شاء الله إنه وطننا بضل في يا رب استقرار بقيادة جلالة سيدنا يا رب وسموه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله. يا رب إن شاء الله. تفضل. بالنسبة لموضوع اللي بلس تو هي عندك اللي هو برنامج استدامة بلس بلس. نعم. احنا بنعرف ان برنامج استدامة بلس بلس هو 1/2022 للمنشآت اللي بتخدم اقل من 5 موظفين من 10 موظفين. نعم. ورواتبهم تقل عن 500 دينار. الان فتحت تحت من تنميات تفاعلية على الواتساب، نبعث رسائل واتساب للمنشآت والافراد. نعم. العاملين لحسابهم الخاص في ذلك البرنامج. نعم. وبكتبوا استمرار على الرسالة أو بكتب أي شيء مرحبا مشان نضل نتواصل، رح يفتح معه البرنامج على عدة أسئلة، يعني تتجاوز أسئلة منها المنافع التأمينية ومنها معرفة عن البرنامج. نعم. وبكتب سؤاله وإحنا منجاوبه مباشرة عن طريق الواتساب، دردشة التفاعلية حتى يعرف جميع المنافع التأمينية وكم نسبة الدعم اللي بتاخذه المنشاة زائد الأفراد العاملين باستدامة بلس بلس. بتعرفي لنا انه الاستدامة بلس بلس هو جاء على قطاع كبير جدا
اللي استفاد منه الآن لا يزيد عن 25 ألف منشأة، تجاوزنا مؤمن عليهم 35 ألف مؤمن عليه. هذا البرنامج مدعوم لمدة 12 شهر من الدول المانحة، بنقدم للعامل 400 دينار سنوي وللمنشأة 360 دينار سنوي، بتساهم في الاشتراكات في العمل زائد المؤمنات. واحنا دائما بالتطور راح نستخدم ان شاء الله اعتبارا من نهايه هذا العام بالنسبه للوقت راح نستخدم عمليه اللي هي التطوير بالمركز الاعلامي من خلال الاي تي عندنا اللي هو الذكاء الاصطناعي بخصوص مخاطبه المنشات على مراحل بالمعرفه التامينيه والتوعيه التامينيه للمؤمن عليهم. ممتاز. حتى راح نطور هاي العمليه حتى المؤمن عليه نفسه من غير المنشاه راح يعرف الأصل في المادة 3 في المنافع التأمينية، حصوله على راتب وجوبي، حصوله على راتب التقاعد، الإصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل، راح تكون الدردشة من خلال المؤسسة مع كافة المؤمن عليهم، لأنه راح ننتقل للإعلام الرقمي، ننتقل للتوعية الرقمية بموضوع الضمان. ممتاز. هذا بشكل مبسط البرنامج اللي أطلقناه وراح نطوره من هون لنهاية العام إن شاء الله. شوف أنا بدي أشكركم على إطلاق هذه الخدمة، وأنا حكيتها في بداية المقابلة بأنه هذا اختصار للجهد وللوقت، وهذا جزء من الإعلام التوعوي بأنه أي استفسار أو أي سؤال عبر هالوسائل اللي إحنا بنستخدمها. وأشكرك أيضا على موضوع التوعية الإعلامية، لأنه أنا أقول لك بكل صدق يعني بأنه المواطن لسه بحاجة لتوعية إعلامية بما له وما عليه وما هي الحقوق وما إلى ذلك من أمور، لأنه لا زال هنالك جهل غير مقصود في كثير من المعلومات التي تتضمن الأمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي سواء كان للأفراد أو للمؤسسات. إحنا رح نضل كجزء أيضا من التوعية الإعلامية معكم أولا بأول في كل ما تقدمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خدمات. كل الشكر لحضرتك الأستاذ محمود المعايطة الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومبارك الفوز لهذه المؤسسة. مشاهدينا فاصل ونأتي إلى موضوع آخر. ونأتي الآن إلى وزارة الأشغال التي في كل حلقة أو في كل مرة نناقش إنجاز جديد لها بأقل من المدة الزمنية المقرر للعطاءات. على كل أن أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الانتهاء من مشروع صيانة وتعبيد منطقة مطار الجويرة. طبعا نحن نتحدث عن مشروع بمر في عدد كبير من المراحل، ووزارة الأشغال تولي الاهتمام للخط الصحراوي الطريق الصحراوي لأنه بيربط العقبة بالعاصمة عمان والمحافظات الأخرى. على كل الحديث حول هذا الإنجاز معي أيضا المهندس رعد السحيمات مدير تنفيذ الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان. مهندس رعد عطوفتك، أسعد الله صباحك. مهندس رعد أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين. يا هلا فيك. أنا لما يعني بدي أحكي لك في كل مرة بيكون الفريق لسه مش نازلين إحنا كلنا على الاستديو، بس أشوف في قضية لوزارة الأشغال بعرف إنه في إنجاز، وهذا الإنجاز نعرف بإنه في عطاءات وعطاءات كثيرة نفذت مش بس في عمان، ولا الخط الصحراوي ولا الطريق الممتد من دوار الجمرك إلى مادبة والطرق الأخرى، المشاريع جميعها تنفذ بأقصى يعني بأقل مدة زمنية من المقرر لها من العطاء. فكل الشكر لوزارة الأشغال ولمعالي وزير الأشغال ولكم، وأنا بدي أشكركم دائما على التعاون الإعلامي. شكرا لك. شكرا لك ستي على اللي تفضلتي فيه. طبعا أنا زي ما أنت تفضلتي قبل شوي، إحنا وزارة الأشغال أعلننا عن إنهاء مشروع مطار الجويرة. نعم. طبعا هو المشروع طوله 4 كيلومتر. نعم. تم البدء بالاعمال فيه تقريبا بنهايه شهر 9، واحنا اليوم بنهايه 10 تم انهاء جميع الاعمال بالاتجاهين. ممتاز. طبعا هاي مده زي ما وزاره الاشغال تعودنا بالفترات الاخيره انه جميع الاعمال تنتهي
أقل تنتهي بمدة قياسية. صحيح. نعم نعم نعم. طبعا الطريق جاهز من الخلطة الإسفلتية حاليا، تعاملنا مع الخلطة القائمة سابقا وعملنا أعمال معالجة ونفذنا خلطة إسفلتية جديدة. ممتاز. طبعا إحنا أثرنا أن تكون أعمال التحويلة داخلية بدون إغلاقات، طبعا شكرا والتنسيق لمديرية الأمن العام. نعم. طبعا حاليا الأعمال اللي ظلت اللي هي أعمال تأثيث وسلامة مرورية، والأمور إن شاء الله تمام بموضوع الطريق. زي ما تفضلتي قبل شوي، وزارة الأشغال العامة إحنا والتوجيهات المتابعة من معالي وزير الأشغال المهندس ماهر حمدي أبو السمن، الطريق الصحراوي هو على سلم أولوياتها طبعا، لأنه بربط العقبة وميناءها بمحافظات المملكة والعاصمة. نعم. احنا سابقا اعلنا انه انتهينا من طريق النقب طول 17 كيلومتر، وقبل فتره خلصنا انهت وزاره الاشغال طريق القويره الاتحاد، وبالفتره الاخيره اعلنا عن مطار القويره انه تم الانتهاء منه. طبعا يجدر بالذكر انه حاليا في اعمال في مشروع طريق المريغه وصولا لراس النقب طول تقريبا 14 كيلومتر، كمان جاري العمل فيه. ممتاز. وأسوة بالمشاريع السابقة، وكل مشاريع وزارة الأشغال راح ينتهي قبل الموعد المحدد إن شاء الله. إن شاء الله. يعني إحنا دائماً، أنا دائماً بضل أحكي في هذا البرنامج، كما هنالك قضايا في يحدث اليوم، قضايا فيها تحديات، في يحدث اليوم شيء إيجابي وفي إنجازات، في مؤسسات عم تشتغل، في وزارات عم تتعب، وفي فعلاً لا يجوز أن نعمم. إذا كان هنالك نقص في أي مؤسسة أخرى لازم نسلط الضوء على الإنجازات اللي بتقوم بصدق في تحمل الأمانة هي وزارة الأشغال إحدى تلك المؤسسات. أنا بدي أشكركم. بقي أن يعني أستفسر سؤال حول موضوع التعاون مع، أنت ذكرتها يعني سريعا مهندس، التعاون مع مديرية الأمن العام، الشواخص المرورية، السلام العامة، تأمينها على هذه الطرق، تفضل. يعني ست العزيزة بأكد لك أنه كل المشاريع اللي كانت تتنفذ وبتتنفذ حاليا، السلام المرورية هي أولى أولوياتنا. صحيح. توضع بعين الاعتبار. الدليل اليوم احنا بالطرق اللي بتتنفذ يعني ما عم يتسجل حوادث عنا. نعم. نشكر احنا زملائنا وشركائنا بالامن العام على يعني صراحه تعاونهم معنا. نعم نعم. انا بدي اشكركم على هذا الانجاز، وسنبقى معكم كبرنامج يعني يحدث اليوم كتلفزيون اردني اولا باول في تغطيه تلك الانجازات اللي دائما احنا كل مؤسسه بتنجز بنحب انه نوضح بانه في شغل لها البلد وفي ناس بيتحمل المسؤوليه بامانه. شكرا لحضرتك عطوفه المهندس رعد السحيمات، وحضرتك مدير تنفيذ الطرق في وزاره الاشغال العامه والاسكان. فاصل مشاهدينا والى عنوان اخر. أيضا يعني بتواصل فريق يحدث اليوم مع القضايا التي ترد أيضا من المواطنين بالمطالبات، القضايا التي نطرحها من خلال الرسائل اللي بتيجي لنا من المواطنين. أرجو أن أنوه، اسمحوا لي، بأنه نحن لا نستقبل قضايا فردية، يعني مشكلة فردية لشخص. في زملائنا البرنامج المعروف والقيم والكبير جدا بإعلاميين زملائنا في البث المباشر بتلقوا قضايا زي هيك، لكن هذا البرنامج في قضايا كتير عم تردنا مرات فيها قضايا شخصية، مشكلة شخصية، واحد بده أمام بيته. البرنامج إذا يعني أود أن أنوه، اسمحوا لي بأنه نتناول قضايا اللي هي فيها شيء وهم جمعي بهم نسبة كبيرة من الناس. على كل، إحدى تلك القضايا من منطقة النصر، مطالب باستكمال تركيب أعمدة الكهرباء. معي المواطن شاكر عليان، متحدث بلسان أهل المنطقة. أخ شاكر تفضل. يعطيك العافية. عافي عمرك، يا هلا. ست، إحنا في منطقة النصر، جبل النصر، حي الأمير حسن، شارع الحجرات. نعم. يعني إذا المتعهد بسرعة الكهرباء تم تغيير 4 أعمدة. طيب. قديمة بأعمدة جديدة، الله يعطيهم العافية. متى غيروها؟ هذا الحكي له حوالي 20 يوم تقريبا. طيب. طبعا تركوا الأعمدة القديمة في الشارع وتركوا الحفريات محل ما يعني حفروا عشان يزرعوا الأعمدة الجديدة مكان القديم، وما زال قمم وتراب.
وراحوا ما رجعوا، وراجعت انا شركه كهرباء في مصر ودخلت على مدير الشركه واعطاني رقم عشان اتواصل معه بدون فائده. يعني من كيف يعني بدون فائده؟ يعني ما اجي شال الاعمده القديم، الاعمده القديمه يعني كانت. يعني حكيت مع هذا الرقم وشرحت له شو المشكله ولا ما رد عليك؟ ما حكى لي، انا بحكي معك. اه بحكي معك، استنى خليك تحت الشمس، استنى توكل على الله. مشكلتي شخص كشخص، المشكله هذه ممكن تعرض السيارات للخطر الاعمده. اكيد اكيد اكيد، تعرض الاطفال الصغار الشباب، يعني يكونوا يعني بتكونوا بحركوا بالاعمده حتى بالليل بطريقه مزعجه مرات، ولما الصبح تكون في ناس عاجله وناس واعيه ما شاء الله عنها بحاولوا يظلوا يدفعوا في الاعمده على جهه باتجاه واحد. يعني ف يعني احنا بدنا الجهه هاي المسؤوله المتعهد او الشركه تتحرك وتشيلها الاعمده لمكانها المخصص لها، لانها والله فيها خطر على الناس وعلى المواطنين وعلى الاطفال وعلى الكبار والصغار. طيب وعلى الطريق. هاي الصورة اللي ظاهرة الآن على شاشتنا، أنت نعم. اللي بعتتها صح؟ أنا اللي بعت الصور، نعم. متى هاي تصويرها كان؟ كان أمس. مبارح يعني لسه؟ نعم مبارح. هذا الوضع هيك الأعمدة والنفايات وال هذا الوضع، أيوه صار عبارة عن مكب، يعني في هنالك عدد مواضيع حاوية صار عبارة عن مكب نفايات، لأنه الطفل بيطلع يكب النفايات في الحاوية ما بيقدر يوصلها، لأنه الطفل يتعدى الأعمدة خوف لا يوقع أو يتعدى فبرمي بالضبط. هذا هو الوضع. طيب خليك معي أخي الكريم، خليك معي على الخط. خلينا ننتقل للمهندس محمد المحارمي الناطق الإعلامي في شركة الكهرباء الأردنية. مهندسنا العزيز صباح الخير. صباح الخير يا ستي، يعطيكم العافية. ولدك الكريم الله يعافيك. الله ينورها عليكم. هالأعمدة هاي شو قصتها؟ احنا اول شيء الحمد لله انه يعني هو تفضل اخونا انه تم استكمال العمل، بس انا يعني احنا المشكله بازاله مخلفات العمل. مين المسؤول عن ازالتها؟ ها طبعا شركه الكهرباء، في الكهرباء يعني هي بتنفذ العمل ومن خلال المقاولين المتعاقده معهم يعني بتسوي تصويب الاوضاع حيث انها ترجع يعني كما كانت سابقا. وليه بعدها مش شايلتها؟ الان شوفي يعني هذا العمل الميداني قد يكون هناك احيانا يعني بعض الامور اللي بدها متابعه يعني من خلال الاخوان المواطنين او من خلال اي تغييرات. احنا يعني ملتزمين بمعالجه هاي الحاله الفرديه، بس انت زي ما تفضلتي بمقدمتك احنا بهمنا رساله عامه لجميع الاخوه المواطنين فيما يخص يعني الملاحظات الشبيهه بهي الملاحظه. وهي؟ رسالتي انا الان احنا يعني اخونا لما راجع اعطوه رقم وجوز رد عليه ما رد، احنا عندنا تطبيق شركه الكهرباء، في تطبيق شركه الكهرباء خاصه انه الاعمال الميدانيه زي ما قلت لك حاجه يعني لفيدباك في اي ملاحظه بتجوز الاخوه المواطنين. اللي بينزل تطبيق شركه الكهرباء في داخل التطبيق يقدر يفتح يعني شكوى على هاي الحاله. طيب احكي لك شغله، تسمح لي اتوقف؟ انا بدي اسمعك بس خليني اكمل نقطه بسيطه. طيب الان مجرد ما يفتح بلاغ يعني على السيستم عندنا بيصل يعني بيفتح حاله وبيوصل رقم هاي الحاله، يعني انه انت فتحت حاله برقم 1 2 3، طالما هناك حاله برقم معين ففي مجموعه اقسام تشتغل عليها، يعني في قسم رقابي بتابع هاي الحاله كم اخذت وقت وليش تاخرت ما تاخرت الحاله هاي، في ناس بفلترها بتروح لقسم الهندسه المدنيه، لقسم التوابل، لقسم المحولات، الاعمده. فالطريقه الصحيحه للتواصل مع الشركه في مثل هاي الحالات اذا كان يعني احد من الاخوه المواطنين عنده حاله شبيهه هو من خلال يعني تطبيق الشركه او الشكوى لرقم الشركه. وبجوز انت تستغربي حتى هاي الحاله انا يعني الان لما احلها لاخونا المواطن انا بالبدايه راح افتح له شكوى على السيستم بهاي الحاله وبعدين يعني نستعجل فيها كونها يعني زي ما تفضل لها وقت طويل يعني منطقه او شيء زي بس هو الطريقه الصحيحه اللي ان شاء الله راح يعني تجدوا في الاستجابه وتلاقوا فيها حلول اذا كان في طبعا هناك يعني الاصل انه الشركه دائما بتتابع وبتنهي هاي الاعمال دون الحاجه انه لا يعني شكوى من الاخوه المواطنين. طيب. لكن تعرف في طبيعه العمل الميداني ممكن يكون يعني في ملاحظات يعني بشكل عام. طيب. يعني هاي الشكوى طالما ان هناك اقسام رقابيه بتتابعها او بتتابع يعني هل انجزت او لا، وفي اقسام كمان بتاخذ رضا العملاء بترجع تتصل معهم تتاكد انه تم انجاز. لا انا بعرف يعني انا متاكده انه بتتواصلوا مع المواطنين وانا ما بنكر جهد الشركه وانا بعرف في هاي المواضيع، بس استاذي الكريم اسمح لي ويعني حضرتك يعني كمان انت تعلم بانه مش كل الناس عندها ثقافه انزل التطبيق وافوت على الموقع واقدم الشكوى. افرض انه هذا البيت لاثنين مسنين او اثنين كبار في العمر ما بيفهموا الا تليفون الكبسات، ما في اي مشكله. احنا زي ما قلت لك هذا العمل الاساس انه شركه كهرباء بتتمه كامل، انا ما بدي افهم كمان انه والله كل حاله لازم نحكي مع الشركه.
لكن في الحالات اللي فيها نعم. ملاحظات احنا يعني التطبيق هذا اضافه للرقم الشركه ال116 يعني انا نقول رسالتنا للتطبيق هي استكمال رقم الشركه 116. طيب. اي حاله حتى الفواتير حتى اي استلامات اي حاله ما بدنا نلجا فيها للتطبيق وبدنا نفتح تيكت او مذكره بامكاننا للرقم ان نستطلع الرقم 116. طيب. 116 بيجاوب مقسم متخصص لخدمه الاخوه المواطنين وبامكانه كمان يسجل من خلال هذا طيب. المقسم ومباشره نفس الشيء نفس الاجراء يصلوا رساله طيب. بسيطه تمت برقم الحاله هذا. طيب. لكن زي ما قلت لك يعني انا برضو اخونا انا مستعد احفلها وزودونا برقم ونحلها بس انا حبيت ان يكون رساله لعموم الاخوه المواطنين في طريقه التعامل مثل هذه. طيب. شوف انا بدي اشكرك على هذا التوضيح ومن حق شركه الكهرباء لها حق الرد بس انا بدي اعتبر هذه الشكوى هي الان وصلت لكم متى هذه الاعمده راح تنشال؟ هي تاخذ وقت طويل لان هي بس ازاله المخلفات فممكن يعني اليوم او بكره صباحا نكون طيب. يعني هي ما بدها عمل كهربائي جديد طيب. والمدكت هي فقط يعني المقاول يطلع يبيع المخلفات العامه يا ريت يا ريت يا ريت انه تاخذوا يعني اجراءاتكم بدايه من هاي اللحظه يعني ان شاء الله مدرس. طيب رجعوني للمواطن. أنا بدي أشكرك المهندس محمد محارم الناطق الإعلام باسم شركة الكهرباء الأردنية. رجعوا لي المواطن زملائي. أخ شاكر ستي معك أنا اسمعني هلا اليوم أو بكرة بالكتير والمسؤول معي على الجهة على الخط الثاني سامعني رح تنشال رح تيجي المقاول واللي قاموا بهاي الأعمال يشيلوها إذا ما انشالت نعم. ارجع صورها وابعثها ليوم جديد لا يحدث اليوم مخي في زملائي عموما ملاحظه يعني انا تواصلت مع 116 وبعثوا لي ملاحظه وهذا حكي صار له فتره وما بعرف 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 وانا متاكده من صدق كلامك انا متاكده يعني. الاضافه انه الاصل محصره بدها يعني الاصل انه يرجعوها كما كانت الاصل يعني اجوا شال اللي ركبوا وشيلوا اللي حطوه يعني ما بدهاش يعني بعد ما لا بدها عطاء ولا بدها مقاول ولا بدها يعني الأرض مبلطة المفروض يرجعوها زي ما كان هيك زي ما ادعوا انهم راح يرجعوها هذا المفروض يعني هيك طيب استاذ شاكر يعني كفى الله المؤمنين شر القتال على كل الوعد الان المسؤول على الهواء مباشره اليوم او بكره انها تنشال بعد بكره اذا ما انشالت صورها الصبح وابعثها ليحدث اليوم ان شاء الله ان شاء الله وابعث لنا اياها مع الملاحظه وبتاريخ الشكوى اللي هي اليوم شكرا جزيلا ان شاء الله شكرا لك شكرا فاصل مشاهدينا وننتقل أيضا مشاهدينا إلى منطقة الكاشف في الرمثة حيث مطالب بتعبيد شارع رئيسي في تلك المنطقة معي الدكتور زياد الشبول دكتورنا تفضل أهلا وسهلا فيك الله يسعد صباحك يا صباح النور يا هلا وشكر جزيل لكافة العاملين في هذا البرنامج أهلا وسهلا ستي احنا في عنا موضوع تعبيد شارع شلالة الكاشف طبعا هذا الشارع يعني منذ سنوات ونحن نطالب بتعبيد هذا الشارع طبعا لظروف يعني لظروف الخدمية للمنطقة طبعا هذه المنطقة تقطن فيها يعني مجموعة منازل تعداد يعني كبير وتخدم يعني مجموعة كبيرة من الناس تمام طبعا هذا الشارع يعني تم الوعود فيه مرارا وتكرارا بتعبيده طبعا بالنهاية أثير هذا الموضوع عبر الأستاذ محمد القبنجي تقريبا من عام وتم الوعد من قبل عطوف رئيس البلدية الأستاذ عبد الشبول طبعا مشكور سهل حوران بلدية سهل حوران بلدية سهل حوران نعم طيب أنه تم الوعد بإدراجه على العطاء القادم طبعا تفاجأنا قبل يوم أو يومين ثلاثة تقريبا أنه هذا الشارع غير مطروح من ضمن العطاء القادم لبلدية سهل حوران إيش يعني القادم؟ إيش القادم؟ في عطاء خلطة أسفلتية يعني خلال الأيام أو خلال هذا الشهر الجاري راح يتم العمل عليها في منطقة بلدية سهل حوران خلينا نقول تحديدا منطقة الشجرة نعم وتم إدراج شارعين واستثناء هذا الشارع طيب مع أنه هذا الشارع تم المطالبة فيه منذ سنوات يعني بتعبيده
طبعا الشارع وضعه مزري جدا، حفر جزء حكيت لك قبل انه يعني حتى بالصيف ما بنقدر نقعد بسبب الغبره، بسبب المشاكل اللي بتحدث بسبب هذا الشارع. ايضا في فصل الشتاء عباره عن مستنقعات، ضرر على الناس، ضرر على المركبات، ضرر على كل البيئه المحيطه. كم له هذا الوضع؟ هذا الوضع تقريبا بتقولي من 3 أو 4 سنوات على الاقل. طيب كم انت بدايه المطالبات، كانت المطالبات احنا نراجع بلديه سيد فران، نراجع الاشغال. بلديه سيد فران تقول هذا مش من اختصاصنا، من اختصاص الاشغال، اشغال تقول لا اختصاص البلديه. وبالنهايه بعد ما اثير هذا الموضوع مشكور طبعا اللي هو الاستاذ محمد الطرنجي العام الماضي، وعد اللي هو الاستاذ عطوف رئيس بلديه سيد فران الاستاذ علي شبول بإدراجه على العطاء، ولكن تفاجأ أنه هذا الشارع غير موجود ولن يتم تعبيده هذا العام. طيب فإحنا بنطالب عبر إذاعتكم عبر برنامجكم الكريم أنه يعني يضاف هذا العطاء. في استثناءات إحنا بنعرف أنه تصير في استثناءات، تصير في شغل مطالبة خلينا نقول أو إرفاء أو إلحاق لهذا العطاء. فإحنا بنطالب هي كلها عبارة عن 10 متر عرض بطول 315 متر، يعني لا بنطالب لا بكيلو ولا بكيلتين، هي 300 متر فقط لا غير، وبتخدم يعني مجموعة سكان وبتحل لنا مشكلة كبيرة جدا. طيب خليك معايا، خليني أشبكك مع عطوفة رئيس البلدية حتى تسمع الإجابة وإذا كان في أي استفسار. ننتقل إلى عطوفة رئيس بلدية سهل حوران، عطوفة علي الشبول. صباح الخير. أهلين يا صباح النور، يا أهلا بيك. يعطيكم العافية. الله محييك أستاذي الكريم، لك حق الرد. سمعت الملاحظة وعرفت وين الشارع بالضبط؟ سمعت البركاشف. تفضل. هذا حوض الكاشف، حوض خارج التنظيم لكن داخل حدود البلدية. فالمناطق هاي يعني في لها شروط حتى تخصمها. طيب. لأنها خارج التنظيم. وهذا حوض تقريبا 500 درهم كله بعد القشان واحد. في منازل، يعني انا مع الاخ اللي اتصل، صحيح انه في منازل كثيفه والشارع يعني تعبان، بس امسي مرشوش زمان ومحفر حاليا. لكن برضو امكانيات البلدي ما تسمحش، يعني في اللي عطاء اسعى نازل 260,000 الاولى داخل التنظيم، يعني ممكن ناخذ شارع شارعين خارج التنظيم من اللي به الاستثناء. طيب والشارع هذا ان شاء الله في عطاء شهر 3 راح نحسب حسابه. اما العطاء الحالي لا والله ما بنقدر، لانه لدرجه التنظيم اولى. 300 متر عطوفة رئيس البلديه، ما في اي مجال للامكانيه. العطاء 260,000 لاربع قرى. لا كل جميع مناطق سهل حوران، فما يعني كيف ان نسوي لهم اياه. ومدرج هو ان شاء الله بشهر 3 اللي كله زفت صاحب ان شاء الله. طيب عطوفة رئيس البلدية، انا بدي اسال يعني هل في، شوف احنا داخلين على شتوية والشارع هيها واضحة عندنا الصورة على الشاشة، الشارع لا يصلح يعني ابدا، يعني كيف الناس ده تمشي وتدخل اغراضها وسياراتها؟ ما في اي اجراء تكتيكي ترقيعي يعني زي ما تعودنا. قبل ما انسلك، انا بعرف موازنات البلديات شحيحة، وأنا بعرف شوية هالفلوس بدنا نفرطهم ونخيطهم ونزبطهم وإدارة للمال العام وفي أولويات، بس شو في ممكن إجراء إلى أن يأتي على خير وسلامة شهر 3؟ شو في إجراء ممكن تساعد أهل المنطقة بهال 300 متر لهذا الشارع؟ ممكن قبل موسم الشتاء نحط لهم بيس كورس ونفرن لهم إياه، رجوا رايت تروح ترتفي أو نرجعوا أو بزفت بارد. بتمشي هاي؟ انا مش مهندسه يعني، بتمشي هاي الزفت البارده؟ بتمشي، بتسلكهم الشتويه هاي ان شاء الله بشهر 3 نعمل وياها زفت صاحبي. طيب والله العطاء يعني ما بكفي لكل مناطق الحوران، اللي داخل التنظيم يلا لحق. طيب اللي خارج التنظيم اخذنا من كل بلد شارع شارع خارج التنظيم. شوف انا هم بدهم يصبروا علينا لشهر 3. انا 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 مدركه التحديات اللي بتواجهها بلدياتنا، وانا لما يطلع معايا مسؤول ويحكي لي بانه الموازنه ما بتسمح وبدي اعطي اولويات لشوارع اخرى، ما لا استطيع اني اتحدث في هذا الموضوع لانه هو من يحدد
الأولويات. أنا ما بعرف وين الشوارع. على كل أن أرجو أن تبقى معي عطوفة رئيس البلدية. دخلوا لي الدكتور زياد. دكتور زياد معي؟ معك. دكتور زياد سمعت الإجابة؟ هو بيسمعك عطوفة رئيس البلدية. سمعت عطوفة أبو خائب، بس إحنا يعني هو بيحكي بالأولويات. الآن الأولويات أوكي، الأولويات أنا مع الأولويات. طيب. ولكن الأولوية اللي بيحكي عنها عطوفة أبو خائب، عطوفة رئيس بلديتنا المحترم الأكرم، الشارع المدرج اللي بيحكي إنه أدرجناهن، الشوارع الموجودة هي أصلاً شوارع محطوط لها خلطة أسفلت، يعني مش زي مش مثل شارعنا، إحنا شارعنا خلطة أمتين، تمام؟ الأولوية إنه مش إحنا نرجع نعبد شارع يعني مزفت، خلينا نقول بخلطة أسفلتية، الأولوية إنك تزفت الشارع اللي موجود عليه خلطة أمتين. هذاك الشارع لا يمكن انه يتم خلينا نقول يعاني من مشاكل خلال فصل الشتاء، اما انا بعاني من فصل الشتاء، ليش؟ لان هاي خلطه امتين تاثره بالمياه ومياه الامطار اكثر من الشوارع الثانيه اللي بتفضل فيها عبور. نعم. طيب دكتور اسمح لي، عطوفه رئيس البلديه يا اخي كل الشوارع اللي محطوطه على عطاء كلهم زي شارعهم بالضبط، امسيه ومحفرات وداخل التنظيم، هذول الأولوية. طيب. يعني إذا خرج التنظيم هذا بيجي بعد المرحلة، بعد ما خلص اللي داخل التنظيم، الأولوية اللي داخل التنظيم اللي فيه كثافة سكانية عالية. طيب. وأنا قاعد بوعدهم يعني بقولهم إنه العطاء هذا ما مشينا كوش، إن شاء الله بشهر ثلاثة بنزلي عطاء رايحين نعمل لهم إياه، وهذا وعد يعني. طيب بإذن الله. شوف إحنا بنحكي على شهر ثلاثة، إحنا السنة انتهت خلص. أنا بدي أطلب من الدكتور زياد بأنه إن شاء الله الله يجيب السنة الجاية على خير، اتابع ما يحدث اليوم على وضع الشارع. عطوفة رئيس البلدية ومعاي خلوا زملائي، عطوفة رئيس البلدية، عطوفة رئيس البلدية، زملائي، عطوفة رئيس البلدية، سامعني؟ سامع. سيدي الكريم، إذا تكرمت بإجراء حل تكتيكي تجميلي لهذا الشارع إلى أن يأتي شهر ثلاثة إن شاء الله، أنا بعرف شو الموازنات، لأنه إحنا مقبلين على فصل شتاء، وهذا مش وضع لا حياة بشرية إنهم يعيشوا أسر، فأرجو من حضرتك أخذ إجراء سريع، وإحنا رح نتابع مع الدكتور زياد في هذا الإجراء السريع حتى إنه نسلك هالناس يعرفوا يعيشوا مظبوط قبل ما يجي العطاء الجديد وشهر ثلاثة. الله المستعان. عطوفة رئيس البلدية لسهل حوران، كل الشكر لحضرتك. فاصل. وننتقل أيضا مشاهدينا إلى تحقيق صحفي من صحيفة الرأي الزميلة، وبتحقيق أيضا من الزميل الصحفي أنس الجويعد. تناول أنس تحقيق صحفي من محافظة إربد مطالب بصيانة تصريف مياه الأمطار. زميلنا العزيز الصحفي المحترم، صباح الخير. صباح النور زميل، يعطيك العافية. يعطيك العافية أنس، تفضل الوقت معك. ستي هي يعني مطالب على لسان إخوة المواطنين، نعم، بسرعة صيانة مناهل تصريف فيها الأمطار والجريلات اللي تابعة لحدود بلدية إربد إلى البلدية الأكبر طبعا. يعني هي اللي أوسع اختصاص في المنطقة، خاصة قبل نزول الأمطار، لأنه في حال نزول الأمطار هاي المناهل تصبح مصائد للسيارات، صح، وبتتسبب لهم بأعطال مركبات ومتكبدهم يعني خسائر مالية هم في غنى عنها حاليا. نعم. فكانت هذه مطالبهم هي الإسراع بإصلاحها قبل نزول الأمطار، يعني عشان تخفف أضرار عليهم قدر الإمكان. نعم. شو وضع هاي المناهل في المحافظة بشكل عام أناس؟ يعني في منها فيها فراغات ما بينها وبين الخلطة الإسفلتية. بتصير زي حفرة مثلا ممكن صغيرة بتسبب أضرار للمركبات، في منها مثلا ممكن تشكل خطورة على طفل صغير. أكيد. المنهل ما بيكون مثبت كويس، او كشخص مش منتبه للمنهل، فهذه يعني نؤمل انه والبلديه يعني الحمد لله يعني استجابت منذ
اكثر من اسبوعين ثلاثة بدات بصيانتها، ولكن احنا بنامل بالاسراع قبل فصل الشتاء. طيب أنا بدي أشكرك الزميل الصحفي أنس الجواعد على هذه الملاحظة بتحقيق صحفي من إربد، وننتقل إلى أيضا الجهات المسؤولة مع المهندسة تهاني الهزايمة مدير مديرية المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى. مهندسة تهاني صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. يا هلا، كيف أموركم؟ تمام؟ تمام الحمد لله رب العالمين. شو الاستعدادات لهاي القضية وللمناهل؟ أكيد هو على فكرة بدي أحكي لك، زميلنا الصحفي قال بأنه البلدية بلشت لكن نعم. يتمنى الإسراع. هلا كيف الإسراع؟ نعم. هي طريقتك مش طريقتنا. تفضل. نعم. هلا دكتورة لانا، يمكن السادة اللي بيستخدموا أو سكان مدينة إربد لاحظوا أن بلدية إربد منذ عام 2022 باشرت برفع المناهل بأسلوب جديد باعتمد على استخدام الحديد واستخدام الباطون اللي مضافة إلى مواد خاصة عشان تعطي قوة إضافية، بالإضافة إلى سرعة التقلد. والحمد لله رب العالمين الموضوع لاقى النجاح الكبير وحل كثير من المشاكل اللي كانوا يعانوا منها، بخصوص حتى مش فقط اللي هي جريلات أو مناهل تسميها الأمطار، وإنما مناهل كمان اللي تابعة لموضوع الصرف الصحي والمياه. البلدية باشرت في خطة منذ العام 2022 ولغاية تاريخه أنفقت ما يعادل تقريبا 200 ألف دينار على عطاءات. كل عطاء كان بقيمته بحدود 50 إلى 60 ألف دينار. الخطة كانت بداية بالشوارع الرئيسية، فعلا باشرنا بالشوارع الرئيسية وخاطبنا كل المناطق اللي تابعة على بلدية إربد الكبرى حتى يزودونا بملاحظات على هاي المناهل والجريلات، لأنه عارفين كانت تشكل مشاكل مصائب للمواطنين زي ما تفضل الأستاذ أنس. هو نفسه الصحفي أنس تواصل معي يمكن وسلمني أكم من ممهل أو جريل كانوا في منطقة الرابية، والبلدية استجابت بسرعة الممكنة وتم عمل الصيانة لهم. يعني الفكرة اللي بدي أحكي فيها تتلانا إن موضوعنا والجريلات تم حل جزء تقريبا لا يقل عن 70-80% من مشاكل النهر والجريلات. وإحنا هلا حاليا في عطاء جديد تمت مباشرة فيه وشغالين إن شاء الله. إن شاء الله. حكيت لك أول أولي للشوارع الرئيسية ثم للشوارع الفرعية. إن شاء الله. كل منطقة شو بتخاطبنا إحنا منقدر قديش الضرورة حتى نعيد نرفع حد من وجريل، شكرين على كل على الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. شوفي مهندس تهاني، هذا التحقيق الصحفي هو عبارة عن ملاحظة، وزميل أنس قال بأنه البلدية بلشت لكن هو بطالب بالإسراع، يعني متفائل جدا. يعني أنس على كل أنا مدركة بأنه أنتوا عم تمشوا خطوة خطوة، ولسه إحنا إن شاء الله يعني في بدايتها للموسم الشتوي، وأكيد رح نكون معاكم مع الزميل أنس حتى نشوف بعد الانتهاء وترتيب أولوياتكم أكيد في هذا الموضوع. هذه الملاحظة أمامك، وكل الشكر لحضرتك عطوفة المهندس تهاني الهزايمة مدير مديرية المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى. كل انفاصل مشاهدينا. وننتقل أيضا مشاهدينا الأعزاء إلى تحقيق صحفي بقلم الزميل حسين السلامين، والذي من خلال هذا التحقيق تناول احتياج ومطالبات بجهاز السيسكو. هذا الجهاز المطالبات يبدو أنه في نقص في مستشفى الملكة رانيا. التفاصيل أكيد مع الزميل الصحفي حسين السلامين بشكل مختصر. يا حسين، أوكي حاضر مخرجتنا، بشكل مختصر. حسين صباح الخير. صباحك جميل زميلتي الدكتورة لانا، سأتحدث بشكل مختصر. حقيقة أدى توقف خدمات جهاز سيسكو في مستشفى الملكة رانيا العبدالله الحكومي منذ حوالي 5 سنوات إلى عدم تمكن الكوادر العاملة عليه من التواصل المرئي مع أطباء الاختصاص في مستشفى الأمير حمزة عن بعد دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك. وتقنية سيسكو الموجودة في المستشفى الطرفي والبعيد عن العاصمة عمان كانت تساهم في تشخيص الحالات المرضية الصعبة من قبل أطباء الاختصاص والاستشاريين الذين لا يتسنى لهم القدوم إلى مستشفى الملكة رانيا لمتابعة هذه الحالات عن قرب بهدف الوقوف على واقعها الصحي. نعم
وحقيقة أدى توقف هذه الخدمة إلى حرمان المرضى والمراجعين إلى المستشفى من مختلف مناطق محافظة معان وجوارها من الاستفادة من خدمات الاختصاصات الطبية المهمة، مما أصبح يزيد عليهم من العبء المادي والمشقة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية. زميلنا الصحفي حسين السلمين، أنا بدي أشكرك وأنوه مرة أخرى بأنه هذا الجهاز هو للتواصل المرئي عن بعد، يعني الأطباء بياخدوا أراء بعض صوتا وصورة وعن بعد للاستشارات والمرجعيات وأخذ الخبرات وتبادلها في بعض من الكيسز أو الحالات المرضية. على كل أنا بدي أشكرك لتسليط الضوء على هذا النقص في المستشفى. خلينا نشوف شو الوضع والأسباب. معي عطوفة مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله الدكتور موسى الشلبي. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. يعطيكم العافية دكتور. يا هلا وسهلا. أكيد سمعت الملاحظة والنقص في السيسكو وهذا الجهاز، تفضل. يا ستي الله يعطيك ألف عافية أنت والأخ حسين. بخصوص جهاز السيسكو، هو جهاز علاج عن بعد وكان له أثر كبير صراحة بالمستشفى. العطل الموجود بالجهاز هو عطل موجود في مستشفى الأمير حمزة. أنه كان عندنا ربط ما بين مستشفى الملكة رانيا ومستشفى الأمير حمزة. احنا كأنظمة عندنا شغالة ما في أي إشكالية فيها. هناك العطل، احنا راجعنا بالمستشفى الأمير حمزة وكان رأي الفني انه هناك تحديث للنظام، كان قديم يعني. ففي تحديث كامل للنظام. اوعز معالي الوزير خلال الاجتماع الاخير انه راح يكون في ربط ما بين مستشفى الملك راني عبد الله والمستشفى المستشفى بالضبط اللي هو الفيرتوال. هناك مستشفى راح يكون مربوط في 5 مستشفيات طبعا من هذا النظام ان شاء الله تعالى، فكان راح يكون مستشفى الملكة رانيا واحد من المستشفيات. طيب ان شاء الله بدايه العام القادم راح يكون فعال وراح يكون ترجع خدمه العلاج عن بعد لمرضانا بعون الله. يعني في تفكير بانه الان التوجه الى مستشفى اخر بما انه المشكله عند مستشفى الامير حمزه، مزبوط؟ نعم هو الجهاز العطل موجود بمستشفى الامير حمزه، احنا الجهاز عندنا شغال فعال ما في اي اشكاليه. خلص المستشفى لكن على بالضبط نعم. إذن بداية تحديث النظام كامل إن شاء الله بداية العام القادم دكتور. بداية العام القادم راح يكون في مستشفى السلط. المستشفى السلط مبنى القديم راح يكون هو عبارة عن مستشفى فيرتوال، يعني مستشفى للعلاج عن بعد. عن بعد. وراح يكون مرتبط فيه 5 مستشفيات. إحنا واحد من هاي المستشفيات بعون الله. طيب إن شاء الله، إذن على بداية العام القادم إن شاء الله والتوجه إلى مستشفى بديل حتى أنه يكون في تواصل عن بعد وتشخيص تلك الحالات مرئية عن بعد للتبادل في الخبرات والاستشارات الطبية. شكرا. يا هلا فيك دكتور. شكرا. شكرا للدكتور موسى الشلبي مدير مستشفى الملكة رانيا العبد الله. مشاهدينا أنهي؟ أوكي. الوقت المخصص للبرنامج أشرف على الانتهاء، نلقاكم بإذنه تعالى غدا بقضايا متجددة تأتي من خلال وسائل التواصل التي لدينا. أنوه مرة أخرى بضرورة إرسال الصور والفيديوهات حتى تدعم قضاياكم وتدعم موقفكم وتجعلنا أكثر قوة أمام الجهات المسؤولة. دائما المصلحة العامة هو هدف هذا البرنامج. دمتم ودام الأردن بخير وسلام وأمان. إلى اللقاء.